هي مربية الأجيال وصانعة الرجال، هي الأخت ضلع ونصف قلب الأم، فهي الكتف عند الإنهيار وسند عند التعب، هي الزوجة والحبيبة والصديقة، حافظة البقاء حتى الأبد، رفيقة الحياة وعبقها وعبقها الدائم المتجدد في أبدية المكان. هي الإبنة نبع الحنان وحجاب لأبها من النار، هي الجدة التي غرست في الأرض ابتسامة وأملا وصنعت تراثا عنوانا من عناوين الوجود التاريخي والحضاري لأجيال تناقلته عبر العصور، وظل أحد أهم ركائز تطور المجتمعات وتحضرها. فالمرأة باختصار هي النفس والروح وروح الحياة المنبعث في الفضاء والكون، وصاحبة الرسالة الإنسانية الخالدة، وجواز عبورها إلى المجد بابتسامة وثقة وأمل مفعم بالحياة. ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، جزيل الشكر وخالص الامتنان على حضوركم وتلبيتكم لدعوتنا، وحضوركم شرف لنا يضفي على حفلنا أنسا وسرورا، فمرحبا بكم فردا فردا كل باسمه وبصفته، وأهلا بكم فكم تحلو القاعة بوجودكم. اليوم العالمي للمرأة يطيب لأسرة مركز قصدي للتربية والتعليم في هذه الأمسية السعيدة أن نلتقي بكم اليوم لنحتفي معا بعيد المرأة المجيد، والذي يصادف 8 مارس من كل سنة، وذلك اعترافا بدور المرأة الفعال وجهودها المبذولة ومكانتها داخل المجتمع، وتقديرا لعطائها اللامحدود والمتألق بالنجاحات الدائمة سواء محليا أو وطنيا أو عالميا. ولا ننسى أيضا أن نذكر أعتذر ولا ننسى أيضا النساء اللواتي كن دائما في الصفوف الأمامية لمكافحة جائحة كورونا، سواء العاملات بالصحة أو التعليم أو السلطة أو الأسرة أو غيرها من المهن والمسؤوليات التي أبرزت أدوارا فعالة للمرأة في مواجهة خطر الوباء. فالتحية لهن ولكل تاء التأنيث وكل عام ونساء الأرض. إلي المصير السماوات
الماضي الثامن مارس من كل عام. نفتتحها بمشيئة الله ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم. وفي بادئ الأمر اسمحوا لي أن أستغل الفرصة للترحيب بالحضور الكريم عامة وبصفة خاصة أمهات أطفال مركز كاستيو اللواتي وضعن ثقتهن فينا، كما أرحب أيضا بضيوف الشرف الأساتذة الكرام ومدراء مؤسسات التعليم الخصوصي والعمومي، وأشكرهم على حضورهم رغم انشغالاتهم العديدة. الشكر موصول أيضا للإعلام المحلي وكذلك فعاليات المجتمع المدني. ولا أنسى أن أشكر أيضا أعضاء الكشفية الحسنية المغربية على كل المجهودات المبذولة لإنجاح هذا الحفل، وكذلك لا أنسى مربيات مركز كاستيو على كل المجهودات الجبارة التي قمنا بها. والعضو لمن أخفت، كذلك نشكر رئيسة جمعية مربيات ومربي التعليم الأولي بالقصر الكبير حضورها معنا. أيها الحضور الكريم، اليوم نجتمع في هنا للاحتفال ولو بشكل جزئي لما تستحقه المرأة في مجتمعنا. اليوم نحاول تسليط الضوء على المرأة العظيمة التي أولا تسعى وتعطي كل وقتها لصالح، ورجل فاعل في المجتمع. أيضا لما كان هناك دكتور ومهندس ومعلم وأسماء أخرى تعرفونها بطبيعة الحال، فمن هذا المنبر نقول للمرأة أنت فعلا عظيمة. وأعيدها مجددا أيتها المرأة، أنت فعلا عظيمة وتستحقين التمجيد. Thank you.
علي ما يثيبك احنا جوج حوايج كيبغوا لينا يا شفا راهي غير يسلوا معايا خصنا يقبلونا وحب الله الحب عند الناس من الخليج الحب ما عندناش هنا الخليجية راه قالت هاد الصباح كتجي عند راجلها كتقول له راك تصبحي كيقول لها اوه هذه نار ما بدا تحرق الاصابع بدا تذوق طعم الاصابع يا سلام اجي طلع لينا حنا فاطمه حارقه دراعها على قدو كتقول له احمد حرق دراعي كيقول لها لا تلومي مازال مخك تشوفي عذاب جهنم واش كاينه الناس في الخليج الى طفاليهم الضو كتبقى تسمع لا تخافوا حبيبي راح يجي الكهرباء حبيبتي وين الشموع اللي حفلي البارح يا سلام حنا كيتفضوا كتبقى تسمع ياك امك ما خلصتيش نوضي عليك تسلح هناك شوفي واش عندنا ولا عند الجيران الرعاده بيضاء هذا واحد السيد اليوم بغى يحتفل بمرتو وبنتو ونسيبتو قال لهم غادي نخرجكم واحد الدوره هنا في المدينه شد الطوموبيله ديالو ركب مراتو ركب نسيتو ركب بنتو بقاو غادي هو غادي هو يشوف واحد الدار الملك هو غادي وديك الدار كيتابع هو يبقى ديك الدار قال له السلام عليكم قال له عليكم السلام شنو مولاي درتي مخالفه حقك تصوب قال له لا تابعناك من البعيد كتلقى تصوب القوانين كامله مضبوطه اليوم يوم العالمي للمرأة كنهديوك واحد الدار فيه جوج ديال المليون تفضل قاليك شكرا قاليك شكرا قال لي ولكن عندنا لي سؤال واحد قال له تفضل قلت يا جوج قال له واخا تقول لي هاد جوج المليون شنو غادي ندير بها قال له اول حاجه غادي نصاوب بها البيرمي قال له علاش انت صايب بلا بيرمي ولا مراتو بغات نقدو قالت له لا سي البوليسي ما ديش عليه راه سكران ما عندوش بيرمي وصليب في حالة سكر بنتو قالت لي يا بابا كتقول لي مرات تموت الصوم بصباح وتابعنا في مهنة موظف أثناء عملي نسيبتو سمكة ما كتسمعش قالت لي هيه يا مصطفى كنقول لك مالك واش الطوموبيلة مسروقة شكرا تحية ليكم هاسكيت فيكم وأمسية سعيدة تبارك الله عليكم العيد كبير والعيد صغير تمنى قرات وعات ولات كتنافس الراجل في ميادين الشغل كنلقى أستاذ أستاذة بيلوط بيلوطة مهندس حنا الرجال غادي نطالب بالحقوق ديالنا كيما حنا عندنا عندنا القادوس خصنا فاطمة القادوسة أو الحاجة الزوينة كنعطيوها للمرأة بوكي دي فلو باخاني فلو غتسمع فلو 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 الراجل كتبقى تسمع تو بوم اي حاجه فيها الباء كنعطيوها له بالا هاك بيكو هاك قولوا معايا براج هاك تحت قدميك لنا الجلال عندما تضحكي تضحك Oh,
تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.